نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتنسيق مع جامعة سوهاج جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، وتطرقت الجلسة لعدد من الموضوعات ومنها أهداف ومحاور الحوار الوطني وأهمية مشاركة الجميع في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية بشكل مبسط. اليوم كان حديث مفتوح، كان نقاش حول بناء الجمهورية الجديدة، نقاش حول القضايا الوطنية اللي بتشغل بال كل الشعب المصري. اليوم دار حديث مفتوح ما بين طلاب جامعة سوهاج وما بين السادة الحضور، ودارت عدة مناقشات كان هدفها هو الوصول إلى بعض التوصيات لعرضها على إدارة الحوار الوطني. فخور بهذا الجمع الكبير من أبناء محافظة سوهاج، من طلابنا اللي إن شاء الله يعني بتمنى لهم كل التوفيق. أسئلة كتير طرحت في الزراعة والصناعة والتجارة وكل حاجة طرحت النهاردة، كانت المفروض إن احنا نجاوب عليها من بدري. موضوع الحوار الوطني أتاح لنا جميعا إن احنا نقدر نوصل الموضوع. الإرهاب، مقاومة الإرهاب أكتر مطرح النهاردة. احنا النهاردة في شمال سيناء بدأنا نشوف الأمن والأمان، بدأنا نشوف في بلدنا الأمن والأمان. كل ده مش جاي سهل، كل دوت لازم إن يكون ليه تتبعات. احنا النهاردة أمننا، بدأنا نبني وننشأ من أول وجديد، بدأنا نعمل مؤتمرات اقتصادية ومؤتمر حوار وطني ومؤتمر للمناخ. النهاردة أنا بكلم حضرتك ومؤتمر للمناخ، مصر رايدة العالم في مؤتمر المناخ، دي حاجة كلنا نفتخر بيها. احنا كشباب النهاردة نفتخر اننا النهاردة مصر موجودة فيها قمة المناخ. النهاردة موجودين عشان نعمق لدى أبناء الجامعة من خلال الحوار والإجابة على الأسئلة التي تدور بخاطر وعقول أبنائنا الطلاب، لنزرع عليهم كيفية الانتماء للجامعة، الانتماء للوطن، الإيمان بقضايا الوطن، الالتفاف حول القيادة السياسية للوطن. تكلمنا عن الحوار الوطني بكل محاوره وأطرافه، كان لقاء مثمر جدا، كان عدد كبير من الشباب موجود وكلهم ما شاء الله عندهم فكرة عالي، وكانت الأسئلة موضوعية. النهاردة عرضت بعض الأسئلة التي تدور في أذهان الشاب المصري عن العموم والشاب السوهاجي عن الأخص، بالنسبة في العديد من القطاعات المختلفة، بالنسبة لقطاع الزراعة وقطاع السياحة وقطاع الاقتصاد. أي من الحاجات المفيدة جدا اللي أنا شاركت بصوتي كطالب، وقدرت أوصل صوتي وأتكلم في ملف الاقتصاد المصري بمستقبل مصر في الاقتصاد.